السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس اليوم راه مخصص تلميذ الرابعة المتوسط سيكونس مراجعة الفصل الثاني الجزء الثاني درنا ديجا الجزء الأول واليوم حضرت لكم مجموعة من التمارين أخرى للجزء الثاني نبدأ على بركة الله بتمرين الأول I complete the sentences. أنا أنهي أو أكمل الجمل using the past participle of the verbs. راح نرى رايح نحط the past participle. Past participle وش هو؟ Past participle هو اللي تلقاوه في, تلقا في القائمة هذه. Okay عدنا the infinitive الأصل تاع الفعل. Past simple. The past تاعه وال past participle هو الخانة الثالثة مثلاً to be في ال في ال past يرجع was ولا were في ال past participle يرجع been okay beat beat beaten هذا هو ال past participle إحنا ال past participle بيش نستعملوه؟ ال past participle نستعملوه باش نصنعه the present perfect present perfect present perfect وشنو هو هو have ولا هاز اللي موراه زائد ذا باست participle باست بارتيسيبل اوكي هذا هو كي جي هاف ولا هاز زائد past participle هذا نسموه ذا بريزنت perfect اوكي نستعملو هاف الا كانوا عندنا الضمائر اي ولا uh, subject يكون في الجمع اي ولا يكون في الجمع هاز مع هي شي ات مفرد اوكي نبدأو ذا ترين ذا ترين ترين وشنو هي ترين ترين هي القطار قطار هي مفرده نحطو معاها هاز لو عندنا ترينز نديرو هاف اوكي الباست بارتيسيبول تاع من تاع ستوب ستوب هو هو uh, regular verb نزيدو له ed يولي stopped بي نزيدو بي واحدة أخرى نزيدو ed he has stopped هذا هو past participle اوكي okay? she isn't ready she she راهي مفرده درنا معاها هاز has. she hasn't packed مازال her cases yet مازال ما حملتش صوالحها باك الباست بارتيسيبال تاعها مادام انها ريجولر نزيدو لها فقط اي دي باكت اوكي شوفوا بالنسبه للافعال اللي تكون ريجولر اللي تكون ريجولر الباست بارتيسيبل تاعها هو الباست سيمبل تاعها معناتها كي تكون ريجولر الافعال كي يكونوا ريجولر الباس بارتيسيبل زيدوا له غير اي دي برك كيما الباس سيمبل اذا كان اي ريجولر الا كان اي ريجولر راني نعاود نروحو نشوفو في القائمه اللي شفناها مقبل اوكي اللي شفناها في الصفحه 131 باك باكت شي هاز سوم فوتوز تيك تيك هي عباره عن اي فيرب الباست تاعها توك والباست بارتيسيبال تاعها اللي رانا عليه هو تي كان متفاهمين سالي هازنت يت where كان she be؟ الفعل تاعنا اللي راح نحطوه هنا هو arrive arrive هو regular verb يعني الباست participle تاعو هو الباست سيمبل تاعو يعني زيدولو غير ايدي arrived Okay. i've never, I've, لا, i have heavy i have had, i have had, i have never, to your mother, speak, speak irregular, and past it spoke, and past participle, zero, spoken. okay, i. Haven't which shoes to buy مازال الفعل تاعنا decide مزال مديسيديش ما واش نصبط لي نشري عندنا الـ verb تاعنا هنايا decide اللي هو regular فعل عادي يعني الـ past simple تيعه هو الـ past participle اللي هو decided اوكي عندنا الفعل drive drive my father has to row drive the past simple تهج drove the uh, past participle تهج driving driving okay تمين driving هذا هو the past participle تجا يعني كي يكون عندنا have زائد past participle هاز زائد باست بارتيسيبل هذا نسميوه بريزنت بيرفكت بريزنت بيرفكت بريزنت بيرفكت هو هاز زائد باست بارتيسيبل ولا هاف زائد باست بارتيسيبل ميم هافنت ولا هازنت زائد باست بارتيسيبل هي عباره عن بريزنت بيرفكت اوكي نروحوا للتمرين الموالي

have ولا has زائد past participle of the verb روحوا الجملة الأولى my mom isn't at home now she عندنا go to the supermarket she وش يمشي معاها have ولا has راهي مفردة يمشي معاها has ال past participle تاع go وشنو هو ال past participle تاع go هو gone She has gone to the supermarket, okay? So far this month I see three films, هذا في هذا الشهر راني شفت ديجا ثلاث أفلام, أنا I مفرد ولا جمع, I مفردة, يعني نديرو معاها هاز, لا لا, I هي الضمير الوحيد اللي هو مفرد بصح نمشو معاها. have I have The past participle سي هو seen I have seen three, months, uh, three films قادر تقول have تختصر هذه بهذه okay I've seen three films okay? نروح مع sentence number three I am أنا يا هكذا I am hungry أنا جائع I have my lunch yet هنا وش نديروها منفية ولا ماشي منفية أنا نقول هنا منفية على خاطر شوفوا المعنى تاع الجملة يقول لك راني جيعان ما زال ما تناولتش ما تناولتش ماشي تناولت الغداء تاعي يعني هنا راح تكون منفية آي آه وش تمشي معاها تمشي معاها هاف و هاف كي نفوها واش تولي تولي هافنت ومن بعد هاف راح ندوها في الباست بارتي شوفوا هذه هاف مازال كاع مانيش نتكلم على هذه هذه كاع مازال ما توشيتهاش راني نطبق في القاعده تاع تاع البريزنت بيرفكت بريزنت بيرفكت تقول كي يكون عندك اي تمشي معاه هاف حتى ولو كان عندك هنا هاف ما تحاولش تفهم عليها وهنا كيف فهمنا الجمله درناها هاف رجعناها منفيه اي هافنت هاف الباس بارتيسيبل تاعها شنو هو هو هاد تولي اي هافنت هاد ماي لانش يات راني جيعان على خطر لحد الان مازال ما كليتش ما الغداء تاعي فور اي سي هيلن يات today آه مادام عندنا يت معناتها قالك الضرك انا الفعل تاعنا شاف ولا هيلن اليوم كامل كيما نقولوا طول اليوم مازال ما شفتش هيلن ما شفتش ماشي شفت ما شفتش يعني منفية عندنا يت هنايا ويت هنا رايحين ننفوها اي آه، واش تمشي معاها هاف ولا هاز تمشي معاها have و have كي نفواها كيفاش تولي haven't. haven't ولا have not. see ال past participle تاعها شنو؟ seen. I haven't seen Helen yet today. Is she at school؟ مانيش عارفين يعني مشافاهاش كاع و يتسائل هي راي فيني cool؟ our football team win our football team team فريق تاعنا تاع كرة القدم هنا مفردة ولا جمع فريق ماشي فرقة فريق ما واش تمشي معاه هاف ولا هاز تمشي معاه لأنه مفرد تمشي معاه هاز when هو irregular وش يولي ويلي one our football team has won all its matches so far this year i don't know your boyfriend ما نعرفش صديقك i meet him yet عندنا yet معناتها راح نحطوه i وش يمشي معاها هاف ولا هاز؟ هاف و هاف كي نفوه يولي هافنت ولا هاف نوت هاف نوت ولا هافنت هاي اوكي okay. ميت الباس بارتيسيبول تاعها هو مات اوكي؟ اي هاف نوت مات هيم يات متفاهمين؟ جود روحو شوفو التمرين بعده تمرين نمبر 3 I complete the sentences with the present perfect. راح نديرو ما زلنا في present perfect. And since for. Since or for. Okay? هذا since or for. منذ ولا هذه منذ وهذه نقولو من حوالي. اوكي okay. دوك نفهمو كيفاش نحطو هذيك وقتاش نحطو هذيك وقتاش نحطو هذيك نبداو اولتها نحطو البريزنت بيرفكت اللي هو هاف ولا هاز زائد الباست بارتيسيبل تاع الفيرب I'm from France but I live in London I عندنا الفعل live مع اي وش يجي يجي I have نقدر نختصرو هكا I've ليف الباست باست بارتيسيبل هو الباست سيمبل لانه ريجولر معناتها تزيدو اي دي اف لود هير شوفو هنا واش نقولو نقولو سينس 1992 ولا نقولو فور 1992 نقولو انا عشت فيها من منذ 1992 ولا نقولو من حوالي 1992 الجواب الصحيح هو سينس شوفوا هنا يعني بين سينس و فور سينس نحطوها كي كان كي يكون عندنا عدد كيما يكون عندنا تاريخ تاريخ عادي اوكي تاريخ محدد بصح فور كي تكون عندنا مده زمنيه ما يقولكش سنه هكا ولا تاريخ اوكي دوك نشوفوا في المثال وقتاش نحطو فور I am a journalist. I'm a journalist. أنا صحفي. I work for a sports magazine in London. أه يخدم في أه أه مجلة رياضة. وش كفاش يقولوا مجازين؟ صح. مشي صحيفة. مجلة مجلة تاع سبورت. أه I work. Work the past participle. I وش تمشي معاها؟ Have ولا has؟ تمشي معاها؟ Have. Work Work الباس بارتيسيبل تاعها هي worked أوكي okay. <hesitation> uh, I worked there two years أنا عطاك سنة محددة ألف و ألف و ما شنو أعطاك two years عطالك مدة زمنية كي تكون عندنا مدة زمنية واش نقولو فور ها نقولو أنا كنت نعمل فيها منذ إثنان سنة سنتين ولا من حوالي سنتين هي تجي من حوالي سنتين اللي هي for تو years اوكي okay? I'm married انا متز... انا متزوجه my husband's name زوجي اسمه جوناثان we to be we وش يمشي معاها هاف ولا هاز وي راهي جمع يمشي معاها هاف بي الباست بارتيسيبل تاعو الباست بارتيسيبل تاعو هو بين اوكي وي هاف بين ماريد هنا عندنا سنه محدده يعني واش نحطو نحطو منذ 1993 ولا نقولو من حوالي 1993 نحطو منذ اللي هي سنس اوكي هذه بالنسبه لسنس وفور وبالنسبه لبريزنت بيرفكت نروحو نشوفو التمرين الموالي رانا يعني هنا مازال ما كملناش تمرين رقم ثلاثة نكملو رقم ثلاثة ومن بعد نروحوا للتمرين رقم أربعة هي مازال في الباست بريزنت بيرفكت مازلنا في بريزنت بيرفكت هي واش يمشي معاها هاز ولا هاف هي راهي مفرد يمشي معاها هاز وك الباس بارتيسيبل تاعها وكت لها إيدي there three years for ولا sense هنايا عندنا three years عندنا عدد سنوات عندنا مدة زمنية يعني نقول for three years we have flat in south London. قلت له معدنا شقة في جنوب لندن. We have uh, we we وش يمشي مع have ولا has have. The past participle تاع have وش هو had. We have had هنا uh, مشي no, the flat uh, we have had ah uh, yes we have had the flat last May. لاست ماي لاست ماي واش نقولوا عليها هاو حدد لك هاو حدد لك هنايا قال ماي هاو حدد لك كي ما يحدد لك السنه ويحدد لك الشهر ويحدد لك اليوم نحطو نقولو منذ ماي الماضي ولا نقولو من حوالي ماي الماضي اللي تجي مناسبه هي منذ اللي هي سينس اوكي okay. قلنا كي يحدد لك السنة ولا يحدد لك الشهر ولا يحدد لك اليوم دائما تحط سينس كي يحدد لك المدة الزمنية يقول لك مدة زمنية هذاك الوقت نحطو فور اوكي بسم الله fill in the blanks with the correct form نحن نعمر نعمر الفراغات بالcorrect form of the adjectives okay adjectives راح نحطوا هذا الادجكتيفز كامل في الفورم الصحيح ولا في الشكل الصحيح تاعهم وشنو هو comparative of equality راح نديرو comparative ولا نديرو superiority or superlatives اوكي ديجا درنا هذا وشرحناه نروحو نحلو فقط مع بعض التمرين مع بعض التمرين ونشرحو بشكل خفيف نبداو سو is جون ليزي هنا المقارنه راهي بين زوج برك بين سو وبين جون اوكي كاينه مقارنه بين زوج وهنا عدنا ادات وهنا عندنا اداه المقارنه ولا الادجكتيف لا الصفه تاعنا هي ليزي هنا راحين نديرو كومباراتيف اوكي راح نديرو كومباريزن نقارنو بيناتهم نقولو سو ليزي اوكي ليزي لونغ ادجكتيف ولا شورت ادجكتيف هي شورت ادجكتيف معناتها نزيدولها اي ER. ار وكتكون تخلاص بالواي وقبلها هذه consonant هذه الواي ترجع اي اوكي so is lazier lazier من جون ذن جون تفهمين أم بعد هي از رانا على جون هي از هنا هو يعمل بجد جون يعمل بجد على سو هنا راهي لونج adjective لونج adjective نزيدولها إي آر لا لا نزيدولها more more hard working than سو so. القاعدة تقولك كي يكون عندك لون لونغ ادجكتيف لها مور كي يكون عندك شورت adjective لصق معاها اي er. ار هي بات سو از هاوليك فاني راهو مع من يتقارن يتقارن وحده ولا مع الجميع كي يكون يت... كي يكون واحد يتقارن مع الجميع وش نزيدو لها كي يكون عندنا شورت adjective نزيدو لها e اي اس تي فاني تولي از ذا فاني هذي تخلص بالواي الواي وقبلها consonant رجعوها اي ذا فاني يست اوكي متفاهمي نزيدو نشوفو اللي مراه توني is Intelligent راهي وحده كيما هنا ما حاجه وحده اخرى معناتها راح نقارنوا مع الجميع نو توني از انتيليجنت بوي اف ايفر نون قلت توني هو اذكى طفل عرفته معناتها راهي تقارن معاه مع الجميع كامل اللي عرفتهم راح تقول وش نقولوا هو اذكى

أحسن النقاط في المدرسة يعني هو الأحسن فيهم جميعا وش نقولو؟ good وش تولي؟ good هذه irregular adjective good ترجع the best هذا الدرس الثاني راني حليته uh, today is even hot yesterday كاين توداي مع يستداي مقارنة بين البارح واليوم وعدنا الف... ال... مش الفعل adjective تاعنا هي hot مهم يعني مقارنة بالزوج راح نديرو تعبان فان و هوت لونج أدجكتيف ولا شورت أدجكتيف راهي شورت أدجكتيف شورت أدجكتيف واش نزيدولو كي يكون مقارنة بين زوج نزيدولو إي e آر هوت كي تكون عندك كلمة اخرها تي وقبلها فاول وما كاش فاول واحد اخر نزيدو لها تي هكذا ونزيدو اي ار hotter than today in fact في الحقيقه i think it is it is a hot day in the in in this summer تقولوا نظن انه اسخن يوم في هذه الـ في هذا الشهر واش تولينا في هذا الصيف هذا راه تقارن فيه مع جميع ايام تاع الصيف نقولوا ذا ها نزيدو لها اي اس تي ذا ها تيست دائما نعاودو نكتبو تي وحده اخرى نزيدو اي اس تي ذا ها تيست دافيد از باد درايفر ات ذا درايفن سكول راه هو السيء كاع في التلاميذ اللي آه يسوقوا في المدرسة واش نقولو باد واش تولي the worst worst at the driving school nobody, nobody is as and him عندنا clumsy ولا like careless تولي از كلانسي از تبقى كيما راهي على خاطر بلها از ولازم راح نكملو في النهايه كامل هنايا از از كلام سي اند كيرلس از هم از از كي تكون بين از و از نخلوه Kima rah adjective ten. Okay. Alice and Paul are popular students in my class. Human mashore kemel. Ngulu, and popular. E are the most popular. student in my class راي واضحة روحوا نكملوا skiing skiing is difficult skiing معناتها تزلج على الثلج is difficult صعيب على من على سكاتين على التزلج على اللوحات هنا واش نديرو ديفيكولت راح نقارنو بين زوج حوايج كنقارنوا بين زوج حوايج وتكون عندنا لونغ adjective وش نديرو؟ نديرو هي نزيدو كلمة كاملة قبلها more more ونحطوها كيما راهي more difficult than scatting لكن but it isn't as مادام عندنا as نحطوها كيما راهي ونزيدوا لها as في النهايه as car racing بصح ماشي كيما car racing uh, but it isn't as dangerous as dangerous, dangerous as car racing أندي is fast. Andy is fast. Runner in my team. اللي هو آه اندي قال لك هو السريع كامل في الفريق تاعي رانا نقولوا اندي مع فريق كامل نقولوا the... ذا هنا عندنا فاست واللي run the fastest ذا the... fast test. OK? هنا nobody can run as him. no مادام عندنا as لازم نزيدو قبلها as ونحطوها كيما راهي هنا راهي سهله. nobody nobody uh, as run as fast as him. okay نروحو number 8 ونشوفو everybody thinks Tim is Sherlock. Uh, أني هنا hey, Sherlock Holmes curious. okay هنا عدنا Tim وعادنا Sherlock عدنا curious curious راهي long adjective. Another hen carnum Godo is more a long adjective curious than shell luck. Okay? He always find out, or finds out, things you can. imagine هي <وصحيح> so he is, always, uh, he is always find out the most incredible, uh, incredible things you can imagine يعني مقارنة مع الجميع أوكي okay? And things you can imagine okay good روحوا لآخر task ونحلوه مع بعض I add the correct prefix prefix بعد الإضافة للجقبل uh, from the opposites of the adjectives عندنا adjectives راح نشوفوا the opposites تاهم كنضيفو لهم هذا البريفكس وكل وحده تتوالى معها بريفكس معينه هنا كامن تجي معاها ان كامن ام كامن ان كامن ال كامن ديس كامن ولا ار كامن كامن تجي معاها ان كامن اوكي هادو لازم تكونوا تعرفوهم

impersonal uh, هذه impersonal sorry وهذه impersonal impersonal ولا impersonal جمعها impersonal okay عدنا uh, fertile 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 وش هنا خصنا الاي هنا e r fertile وش جمعه

زند، okay، وش بعنا؟ uh, legal وش جمعها؟ illegal، illegal ولا ولا illegal. same thing. legal, illegal. relevant وش جمعها؟ relevant ولا relevant, irrelevant ولا irrelevant. automatic واحد رح جمعها irrelevant لي بانت بلاصو واش ما درناش اه ريليبل ريليبل تجي معاها اي ريليبل ري هذا واش كان عندنا المراجعه تاع اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا وإلا ما فهمتوش اي شيء كتبوه لي في كومونتير و حابين نشرحو اي درس معين ولا حابين اي طلب نديرو عليه فيديو كتبوه لي في لي وش واش نقول لكم ما تبخلوناش بلايك ما ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وبعلي غير نقول لكم الى الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته